خاطر تونس تونس ما تتحملش الخيانة والخيانة موجودة. الخيانة موجودة. أنا علاش وقلي ساعات الخيانة موجودة من من؟ من يخون من البلاد اليوم؟ من نحن احنا اليوم كي احنا شنو حاتم بن سالم؟ مش هعطيك مثال، مش هعطيك مثال. 2007 جاني سفير دولة عظمى عضو، أنا كنت كاتب دولة شؤون خارجية 2007 2007 كنت كاتب دولة الخارجية، جاني سفير دولة عظمى مانيش نقولها عضوة في مجلس الأمن. جاني يتشكى قال لي راهو عندنا سيلول نتاع امن في السفاره فيها سبعه من الناس، رانا روحنا بخمسه وقعدوا اثنين وحتى اثنين راهو يظل باش يروحوا بهم. علاش؟ قلت له علاش؟ قال لي خاطر يا خويا الامن نتاعكم سكر علينا الدنيا وما عادش عندنا ما نعملوا. مشات ايام وجات ايام انا وزير التربيه نفس الدوله هذه سفير اخر بالطبيعه نفس الدوله هذه قال لك ماناش لاقيين بلايص نفس الدوله هذه نفس الدوله هذه في فطور نحكي معاه السفير قلت له انتم الامور الامنيه وكل شيء واش عندكم؟ قال لي احنا اليوم عندنا 75 في السلول الامنيه بتاعنا عندنا 75 منهم مجموعه هامه من التوانسه يخلصوا بالدولار منهم مجموعه هامه من التوانسه يخدموا. انا راني ما نحبش نرمي يخدموا مخابرات لدوله اجنبيه تكون بلادنا تكون دوله اجنبيه هتكوننا بلادنا طيحونا دولتنا فين تتلفت اليوم؟ هذيك انا ما بحبش نعمل دياجنوستيك خاطر الدياجنوستيك راه العباد الكل تعرفوا الناس كل لا اما التفاصيل راهو اللي يختفي فيها الشيطان وهم شدين يلزم تقول وما يلزمكش تسكت مهما كانت التكاليف والانتقادات ما يلزمكش تسكت على الشيء اللي واقع. طيب.